مساء الفل عليكم. وصلنا دلوقتي مسألة الشعب البحري النهارده الخميس الموافق 21/7/2022. هنركب مسألة الشعب البحري، يعني في سنة رطوبة بس ابتدى الهواء يفك شوية. أبو أحمد، نعم. مساء الفل يا جميل، هتصطاد النهارده بقى؟ المرة اللي فاتت قلت في أسكر. صباح الفل. النهارده بقى تجيب إيه؟ دايما تبدا انت بالغير لازم ان شاء الله ربنا ان شاء الله النهارده بقول باذن الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. وده كابتن عرفات. كابتن عرفات هتصطاد النهارده يا باشمهندس عرفات؟ ان شاء الله هنصطاد بالون ولا فاسكر؟ بالون وفاسكر وزي ما يطلع بقى، ها؟ زي ما يطلع ان شاء الله. يعني ان شاء الله تكون رحله كده يا رب ان شاء الله. وبوجودك يا ابو يوسف ان شاء حبيبي الله، ودايما متجمعين كده في الرحلات الحلوه اللي باذن الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا ابو يوسف. عبد الشباب التانيين يا رب. منظر بصراحه المي الهواء جميل جدا جدا جدا، وانا ابو يوسف يا جماعه ربنا يسهل ان شاء الله تطلع رحله حلوه. صح في شويه رطوبه بس مش مهم بقى، احنا ونصيبنا ان شاء الله تفك وتبقى حلوه ان شاء الله. يلا يا باشمهندس، باشمهندس عرفات وصل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. نصور الطراد. احنا داخلين سابق باين علينا، ولا احنا مش راكبين طراد، احنا راكبين يخت ولا ايه؟ لانش سريع، ها؟ ادي الطراد الثاني هو جاي. طبعا منظر جميل. يلا تعالوا. بالون يا يوسف اليوم، بالون. والله ده الحال الحلو اللي احنا شفناك والله يا باشمهندس محمود. والله شفت اخدت ازاي؟ عمور، ازيك يا عمور؟ وبعد غياب طويله الشاب الحلو احمد مسافر بكره، لا تروح ترجع، مسافر ورجع تاني يعني ولا ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ابو محمد المسدس استحوذ على المكان بتاعه، قاعد ورا ملوش دعوه بالناس اللي هنا، ولا يا ابو محمد؟ اه يا عم انت لسه صاحي باين عليك، ازيك عامل ايه؟ تمام؟ يلا صابر هناك اهو، هناك على البوابه اخر واحد. وادي كابتن عرفات اهو، عقبال ما يجوا بقى الشباب. انا طردت تقريبا خلص كده، كده اكتمل العدد عندي وهطلع بقى. الطرد الثاني لسه في شله اثنين، لسه الاربعه لسه ما حدش فيهم وصل. نوع جديد قلت اجربه بصراحه، انا اول مره اشوفه. لا وفي سيم كمان يعني تربطه وفيها السنون بتاعتها، فهنجربها نشوف هتطلع ايه. والله انا دي اول التجربه يا جماعه، شايفين دي الشبكه بالظبط اهي، اشتري من بره. لا من على موقع علي اكسبريس ما شاء الله، اربع سمكات ما شاء الله. لسه انا بيها قدامكم ايه، يعني حاجه فله يعني، ربنا يكترهم يا رب ان شاء الله. ما شاء الله يا سلام. بستكه كده دي برضه من علي اكسبريس، شايفين الفكره بتاعتها عامله ازاي؟ حلوه ظريفه، ولا دي ولا تقعد ولا تعمل العباكه في الخيط، لا حلوه والله. عقبال ما يجي لك النووي بقى والحاجات التانية.